السؤال اللي جاي في التاريخ الفسطاط، تاريخ والسؤال هو: من هو الملك الإنجليزي الوحيد الذي لقب بالعظيم؟ حكم من 871 ل 899 ميلادياً، اشتهر بدفاعه عن مملكة الأنجلو ساكسون في مواجهة الفايكنج، كان رحيم بالناس وطور التعليم والنظام القضائي والعسكري. إجابة مضحكة كده كده. أنا موافق. هنري الأول؟ هنري الأول؟ ضحك يعني. إجابة مضحكة. ضحك الناس. أنت اللي قلت مش أنا. ماليش دعوة. فاهمين؟ هنري السادس. أنتوا ليه مصممين على هنري؟ هو مبدئياً مش هنري خالص. كان اسمه حاجة العظيم. إجابة خاطئة. لسه عندنا اختيارات. أربع اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. جورج العظيم، ألفريد العظيم، إدوارد العظيم، تشارلز العظيم. محمد، جورج العظيم. جورج العظيم. هو بيعمل الأول بصراحة. أنا قايلها من الأول بس عشان أنا سمعت الاسم. محمد، في جورج الأول من الأول للسادس. محمد عبد الحفيظ، إجابة خاطئة. ناقص 5 نقط أو زائد 10 نقط. إجابة إيه؟ خاطئة؟ إجابة خاطئة. ألفريد العظيم.